حابين الدارجه فوالا سي تو دارجه جو سو ان اكسبورتاتور نصدر نشهد اليوم بمقر غرفة التجارة والصناعة انطلاق الدفعة الثالثة لمهن التصدير، طبعا متكونين متعددين متنوعين من داخل ولاية وخارج ولاية بشتى الفئات، فيه شركات مصدرة مثل شركة كارغاز اللي تقوم بعملية التصدير لمادة الأكسجين بدولتي ليبيا وتونس، فيه شباب خريجي جامعة، فيه شباب جدد راغبين في التصدير. أعددنا برنامج ثري يضم يعني الجمارك، البنوك، وكذا مكونين. بالمناسبة يعني المؤطرين هم مكونين يعني في ميدان التصدير معتمدين من طرف وزارة التجارة. الدور تاعنا في هذه الأيام التكوينية هو شرح مختلف الإجراءات المتعلقة بالتصدير، من شروط متعلقة بالمصدر في حد ذاته، شروط متعلقة بالبضاعة موضوع التصدير، إضافة إلى الإجراءات الجمركية. وأهم حاجة أيضا في هذه الدورات التكوينية هو إعطاء وتقديم جميع التسهيلات أو شرح جميع التسهيلات التي مدتها أعطتها إدارة الجمارك للمصدرين.